حصدت المغربية إحسان بن علو جائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي ضمن فعالية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حيث أعربت بن علوش عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقب الذي توجت به ليلة الخميس 29 أغسطس من سنة 2022، وذلك من خلال منشور لها جاء فيه أنها لم تتخيل حصولها على الجائزة التي تعني لها الكثير في مشوارها رغم أنها لم تكن أحد أهدافها لهذه السنة. وأضافت بن علوش قائلة أنها وخلال زيارتها لدولة أثيوبيا توصلت بدعوى لحضور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حيث تم ترشيحها لجائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي للاتصال الحكومي. والمفاجأة الكبرى أن إحسان بن علوش هي الفائزة بالجائزة، وهذا فخر لها ولجميع المغاربة كمؤثرة ذات محتوى هادف للغاية. أضافت بن علوش قائلة أن هذا بفضل الله ومجهودات القائمين على المنتدى من صغيرهم إلى كبيرهم. وتبقى إحسان بن علوش أحد وجوه فخر المغاربة والوطن العربي بصفة عامة.